في ظل المفاجآت وفي ظل ان المونديال الحالي مش عامل حساب لحد، جاي النهارده عشان اتوقع مين هما طرفي نهائي كاس العالم قطر 2022. بما ان هنتوقع مين هما الطرفي النهائي، فاكيد لازم نتوقع نتيجه مباريات نص نهائي كاس العالم قطر 2022. طب هل بطل 2022 هو بطل 2018؟ طب هل ميسي يتوج بكاس العالم قبل انتهاء مسيرته، ولا كرواتيا هتيجي من وصيف 2018 لبطل كاس العالم 2022؟ طب اقول لك على احلى من ده كله بقى، المغرب تغفل ده كله وتاخد كاس العالم 2022. كلها اسئله بتدور في اذهانك، والنهارده جايين نتوقع ايه هي اجاباتها. بس قبل ما نتوقع، صلى على رسول الله وخليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي. عايزين نوصل ل1000 مشترك قبل انتهاء كاس العالم. سبسكرايب في القناه ولايك للفيديو وشير الفيديو لكل اصحابك عشان يعرفوا مين هم طرفي نهائي كاس العالم قطر 2022. تعالى كده مع بعض نبص على مسيرة الاربع منتخبات من دور المجموعات حتى دور نص النهائي. خلينا نبدأ من المنتخب المغربي. المغرب اتعادلت اول مباراة مع كرواتيا في دور المجموعات، بعد كده كسبت بلجيكا، وبعدين كسبت كندا. في دور ال 16 تفوقت على اسبانيا بضربات الجزاء، وفي دور ربع النهائي تفوقت على البرتغال. اما بقى المنتخب الفرنسي، في اول مباراة في المجموعات تفوق على استراليا، بعد كده تفوق على الدنمارك واتهزم من تونس، بعدين في دور ال 16 تفوق على بولندا، في دور ربع النهائي تفوق على انجلترا. اما بقى كرواتيا، في اول مباراة اتعادل مع المنتخب المغربي، بعد كده تفوق على كندا وتعادل مع بلجيكا، وفي دور ال 16 كسب اليابان في ضربات الجزاء، ربع النهائي طلع البرازيل بضربات الجزاء برضه. اما المنتخب الارجنتيني بقياده ميسي، في اول مباراه في دور المجموعات تلقى هزيمه من المنتخب السعودي، بعد كده كسب على المكسيك وبولندا، وفي دور ال 16 تفوق على استراليا، في دور ربع النهائي تفوق بركلات الترجيح على هولندا. طيب شفنا مسيره المنتخبات الاربعه من دور المجموعات حتى دور نص النهائي، تعالوا بقى نتكلم ونتوقع عن مباراتي نص النهائي. نبدأ من المباراة اللي تهمنا كعرب، مباراة فرنسا والمغرب. في البداية كل الأمنيات الطيبة للمنتخب المغربي، إن شاء الله إن شاء الله نشوفه في نهائي كأس العالم. لو أنت مغربي بقى حط سبسكرايب للقناة وانزل في الكومنتات وادعي للمنتخب المغربي. بس خلينا واقعيين شوية ونتكلم بالمنطق. المنطق بيقولك إن المنتخب الفرنسي هو الأقرب، بس لما نبص على مسيرة المنتخب المغربي هنلاقيه عدى من أربع منتخبات أوروبية، والأربع منتخبات دول كل منتخب منهم عنده استراتيجية مختلفة عن التاني. ومع ده كله المنتخب المغربي تفوق على الأربع منتخبات، تعادل مع كرواتيا والباقي كسب عليه. مش تفوق وبس، ده المنتخب المغربي ما فيش منتخب اوروبي من الاربعه اللي قابلهم قدر يسجل في شباكه هدف، وكمان ما فيش منتخب اوروبي من الاربعه اللي قابلهم بعد المباراه قدر يقول ان هو كان افضل من المنتخب المغربي. السيناريو ده بقى يخلي المنتخب المغربي يقول لك استنى شويه وحط احلامك كلها عليا. ده اللي حاصل اصلا، بنحلم وبنتمنى وبندعي ان المنتخب المغربي يكون في نهائي كاس العالم قطر 2022. بس خليني اقول لك ان المنتخب الفرنسي مختلف تماما عن الاربع منتخبات اللي انت قابلتهم، لان المنتخب الفرنسي ولاعبي المنتخب الفرنسي عندهم ثقه محكمه جدا، واللعيبه اللي المنتخب المغربي هيقابلها في نص نهائي كاس العالم قطر 2022 هم اللعيبه اللي خدوا كاس العالم 2018. المأموريه صعبه واصعب من المأموريات اللي دخلها المنتخب المغربي، بس المنتخب المغربي علمنا ان مفيش مستحيل. بس عشان المنتخب المغربي يقدر يعمل حاجه قدام المنتخب الفرنسي، لازم شويه نغير من التكتيك الدفاعي. هندافع وال11 لاعب لازم يكون ورا. انت بتلاعب بطل العالم في 2018 ومعاهم لعيبه كويسه جدا، لازم نرص اللعيبه صح، ولازم اللعيبه تغير من التكتيك الدفاعي بتاعهم، وده طبعا هيجي من امر من المدير الفني وليد الركراك. طب انا بقول لك ليه لازم نغير من التكتيك الدفاعي بتاعنا، لان اكيد منتخب فرنسا هيدرسك كويس ويشوف نقط ضعفك فين، يشوف هيضربك منين ويكسبك بكل سهوله ازاي. ده كله طبعا وليد الركراكي اكيد عامل حساباته فيه. كل التوفيق للمنتخب المغربي، ان شاء الله ان شاء الله المنتخب المغربي في نهائي كاس العالم قطر 2022. توقعي بيقول ان المنتخب الفرنسي هو اللي هيتفوق على المنتخب المغربي، ولكن بقى امنياتي ودعواتي بتقول المنتخب المغربي باذن الله في نهائي كاس العالم قطر 2022. طيب ندخل بقى على مباراه الارجنتين وكرواتيا. ممكن بعض الناس تقول لك ان كرواتيا مرهقه بسبب الاشواط الاضافيه اللي لعبتها على المباريات اللي فاتت، تهيألي من دور ال 16 كل مباراه باشواط اضافيه. بس خليني اقول لك ان الحكايه دي انجلترا راهنت عليها في 2018، نفس السيناريو كرواتيا كسبت بيه. كرواتيا كانت لعبة اكتر من شوط اضافي قبل ما تواجه انجلترا، وواجهت انجلترا وكسبتها باشواط اضافيه برضو. بص، هو منتخب كرواتيا هينزل يلعب قدام الارجنتين زي ما لعب قدام البرازيل، هيحاول ان هو يمتلك كوره ويغلس على المنتخب الارجنتيني،
الأرجنتيني ويطول في نتيجة التعادل لحد ما المنتخب الأرجنتيني يفقد السيطرة ويبقى في تسرع عند اللاعبين. هنا بقى المنتخب الكرواتي لا إما يضرب الأرجنتين ويلعب هجمة ملعوبة ويسجل منها هدف، يا إما بقى يسحب الأرجنتين لأشواط إضافية وبعديها ضربات جزاء، وهنا بقى كرواتيا ممكن تتفوق على الأرجنتين. أما بقى الأرجنتين تتفوق على كرواتيا لو قدرت الأرجنتين تسجل في بداية المباراة أو تسجل بدري على الأقل الشوط الأول يخلص والأرجنتين متقدمة في النتيجة، أو لو حصل عكس كده فلاعبي الأرجنتين لازم يمسكوا نفسهم ويسيطروا على نفسهم عشان يقدروا يسجلوا الهدف بكل أريحية، ما يكونش في تسرع وأنت بتنهي الهدف. توقعات المباراة دي بقى إن الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022. بكده عزيزي المشاهد طرفي النهائي هم فرنسا والأرجنتين، ولكن بتمنى إن المنتخب المغربي يقدم مباراة كويسة جدا قدام المنتخب الفرنسي ويعمل اللي احنا بنتمناه ونشوفه في النهائي في استاد لوسيل يوم 18/12/2022. بكده عزيزي المشاهد نكون خلصنا مهمتنا وخلصنا كلامنا وتوقعنا مين هم طرفي النهائي في كأس العالم قطر 2022. اوعى تخرج الملعب بقى وخليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي. سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. دمتم في أمان الله.